الآن أعلن مسؤول في معبر مورك الذي يربط النظام وجبهة النصرة التجارية من أجل إيصال البضائع من وإلى إدلب أن البضائع تأتي من النظام وأن هناك مصلحة مشتركة لكلا الجانبين. وأفاد مصدر آخر بأن هناك ضريبة تفرض في مورك لإدخال البضائع، تذهب تلك الضريبة لصالح جبهة النصرة ويدفعها تجار النظام فيما يتحمل أعباءها مواطنو إدلب.